بحيرة ممتدة على مرمى البصر وهي منتهى 6 أوديه، وجبل يغطيه كساء نباتي شكلت أشجار غابة خضراء وارفة ظلال لتتوفر بذلك على منظومتين بيئيتين، واحدة رطبة وأخرى جبلية. هي محمية إشكل القريبة من مدينة بنزرت والنائمة في أحضان الطبيعة بعيدا عن ضوضاء المدن. جبل إشكل أشاهد على حضارات مختلفة مرت عليها كالفينيقية والقرطاجية والرومانية والإسلامية، يشكل التنوع البيولوجي للمحمية التي يتوسطها عناصر جاذبة لعشاق السياحة الإيكولوجية، عناصر كانت موضوع رسومات أطفال جاءوا من مدينة مازل بورقيبة في إطار نشاط جمعية أصدقاء الفن، وذلك قصد التعريف بخصوصيات المحمية والتغني بجمالها الآسر. اللوحة هذه تعبر على الفرح، تعبر على السعادة، على الجمال، خاصة وقت اللي استعملت ألوان الفاتح. اللوحة متاعي فيها عطافر، فيها ورد، طبيعة استعملت فيها الأكريليك والتقنية التجريدية. أطفال أقل سنا شكلوا بالألوان والحجارة والطين تصاميم متنوعة، كهذا الطفل الذي طوع طين جبل إشكل وهو المعروف بجودته العالية وفق حرفيين ليرسم مجسمات استلهمها من عالمه الطفولية. كهرباء وضب وإنسان. الأرض كبريتية تحسه صحيح، تحسه معناها كي تحطه على الغاز ولا على الفحم ولا القطعة كي تعملها هكي تعمل حس مش موجود في الطين. لا، الرسم على الورق أو بالطين أو الحجارة هو في الواقع رسم إدراك لدى الناشئة بقيمة ما تمتلك بلادهم من ثراء تاريخي وحضاري يمتد على مدى آلاف السنين. لازم نعملوا تثمين للطبيعة، نعملوا سياحة الإيكولوجية ندخلوها في المونتاليتي متاع العقلية متاع الصغيرات. أنا متأكد لو كان هذه تولي المحمية تولي وجهة سياحية عالمية ترى يعملوا بها برشا حاجات، فيها برشا إبداع. راهو وذاك بعض إبداع المجتمع المدني الذي يسعى من خلال مثل هذه التظاهرات لإبراز جمال تونس والتعريف بما تزخر به من تراث مادي ولا مادي. بهذه المميزات وبغيرها أصبحت محمية إشكل تراثا إنسانيا عالميا، وذلك بإدراجها ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لمنظمة اليونسكو في تسعينات القرن الماضي. طارق بن معاوي للتلفزة التونسية، محمية إشكل.